العرطين. الله عليك الله عليك. الله 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 يلا 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 ما تخنقوش. تعال هنا مطرح ما كنتي. اوعى ايدك مش قبل ما تتربى الاول. اوعى بنت تنزلي ايدك لحسن انا نفسي الشمس بعرف ما بنتك انت البنات ولا ايه؟ بنت لسه فوق البدله اللي انت لابساها ده. تعالي يا مدرسانه يا بنت الكلب. اوعى انت اللي افتكرت. سيبها لي يا جابر سيبها لي. خديها سيبها لي خديها. عادي عادي امشي جامد انا هربيك. اوعي بقول لك ايه؟ هات الحبل ويلا. حاضر امشي. حبل ايه يا اولاد الكلب انت اللي بتعمل؟ قولي لحسن افلق بدماغك. حاضر يا سيدي. ايه الاخبار؟ ايه امك عايزه حاجه ولا في ايه كده؟ يعني انا ما جالكش الا امي تبقى عايزه حاجه؟ يا بنت بقالك مده ما عملتهاش. يعني امشي يعني مش عايز نقعد معاك يا بنت. ده انت الجو بتاع النسمه الحلوه اللي في حياتي. قولي لي بقى كده من الاخر انت عايز ايه؟ مش عايزه حاجه يا. انا زهقانه قوي من الدنيا. زهقانه كده مره واحده؟ اه لما انت لسه قد كده وتقولي زهقانه من الدنيا انا بقى اقول ايه؟ بجد يابا انت مستحمل كل ده ازاي؟ هي الدنيا كده بتجري وتفضلي تجري وراها وانت بتجري ما تاخديش بالك من الحاجات الحلوه. تجري وتنهاجي ورجلك توجعك ويجيلك صداع. امال ما انت عماله تجري وخلاص زي امك كده بالظبط. انا عايزك يا هاله يا بنتي ما تبقيش زي امك. هي عماله تبص حواليها وتشوف دي جابت ايه ودي عندها ايه ودي عايشه ازاي ونسيت تبص لبيتها. نسيت تبص لي وتبص لك وشغلت بالها باللي عند الناس. لا هي عملت بيتها ولا بقت زي الناس. شوفي يا بنتي انت بنت جدعه عارفه عايزه ايه من الدنيا بالظبط. صحيح ممكن الدنيا ما تديكيش كل حاجه لكن هي كده. ومين يعني بياخد كل حاجه؟ يلا بقى روحي عشان انا ورايا شغل. لا انا عايزه اقعد معاك النهارده. يا بنت روحي ده شغلي لسه همشي بيه ونادي وحاجات كده. الله جرى ايه؟ انا هسرح معاك النهارده والله العظيم ما انا ماشيه وانا اللي هشيل الصينيه دي. يلا بينا. مصممه يعني؟ اه مصممه. ايدك في ايدي. يلا البوريكي الطازة الفطير السخن البوريكي الطازة. نخف على البنت شوية أنا بقولها دي غلبانة. يا أخويا ما حدش غلبان غيري. صباح الفل يا عم شاكر. رحمة حلوة يا عمنا. أوعى تكوني زعلانة مني. وأزعل منك ليه إن شاء الله؟ ممكن يعني عشان كنت البنت التميمة وقفت معاها وكده. بص أنت معذور وأهل الحارة كمان معذورين. بس اعمل ايه؟ اصل البت دي محدش يعرف وسختها وقله ادبها غيري انا بس. بس ما اقدرش اتكلم، اصل انا لو نطقت هيقولوا ان انا غيرانه منها. غيرانه منها ده ايه؟ هي تيجي فيكي حاجه اصلا. والنبي انت عازم. طب اقول لك انا كنت عايزك في خدمه كده. امور. بس ما تفهمنيش غلط. لا امور. انا كنت قصدك يعني في 100 جنيه، لحد اخر الشهر. عينيا الاثنين. يا لهوي، ده الناس لبعضيها. اتفضل. مش عارف اقول لك ايه بس هردها لك والله هردها لك. استنى خد دي كمان. لا ده دين كبير قوي ولازم ارده. براحتك. ان شاء الله هرده. اللي عندك يزيد. الله يخليك. سلام يا عسل. النبي لا ردك. النبي لا ردك يا العسل. تمام يا حسني. أمير يا معلم. أمير وصل. وحشني يا عبد اللذينة. حبيبي يا أميرو. عامل يا حسني؟ في إيه ده يالا؟ أنت على فكرة بقى أنت وحش قوي من جوه. ليه بس؟ نسيني كده ومطنشني. يا ابني أنت حبيبي يا ابني عيب عليك. الحمد لله على سلامتك. في حاجة بقى من بره وكده؟ كل اللي نفسك فيه. خلاص عشت. أشيل الشنط. لا 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 شنط إيه؟ أنا هشيلها. يبقى ما جبتليش حاجة. يالا جبت لك كل حاجة إنجز بس. اشتغل شيل أنت بقى. ده الواد سلامة لو عرف هيترمي الفرح. ده وحشني جدا. تعال نشوف. تفتكري لو كنت خلفت من مراد كنت هبقى قلقانه وانا مسافره كده وسايباه لوحده؟ تفتكري ان هو بيحبني زي ما بحبه؟ ولا تفتكري الراجل ما بيحبش اللي بيخلف منها؟ والله ما انا عارفه
بس هو في سؤال محيرني بصراحة وأنا آسفة إذا كنت يعني هتجرأ وأسأله لحضرتك. هو أنت برضو ما خلفتيش منه لحد وقت ليه؟ كنت غبية. هو ما كانش عايز يخلف وأنا كنت فرحانة بالخروجات والسفر والسهر والشغل. لو هتعملي زي أول ما تتجوزي التاني يوم تخلفي على طول. تاني يوم على طول؟ طب هتيجي إزاي دي بقى يا مدام منى؟ روقي كده وكله هيتحل إن شاء الله. أنا هسيب حضرتك تريحي. ها تصبحي على خير حضرتك. تصبحي على خير يا بنتي. سبحان الله، لا اللي معاه مستريح ولا اللي ماهوش مستريح. أنا مش عارفة أنتي قلقانة من إيه. بقولك لقيت شغل جديد وأحسن 100 مرة من الشغل اللي أنا فيه. يا سلمى أنا قلقانة عليكي. وبعدين تعرفي منين إن الشغل ده كويس فعلا؟ ما هو ده الفرق اللي بيني وبينك. أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة عشان أبقى أحسن، أبقى فوق. إنما أنتي لميتي نفسك زي الجنيه المقطع وحطيتي نفسك في جيب المحروس، وياريته جيب عدل، ده جيب مخروق. لو سمحتي يا سلمى اتكلمي عليه كويس. أنا نفسي أعرف أنتي مستحملاه على إيه؟ أوعي تقولي لي بتحبيه. اصل حكايه الحب دي بقى موضه قديمه وكل واحد مش لاقي حاجه يقولها بيقول لي بحبه ومش قادره استغنى عنه. هو انت عايزه ايه بالظبط؟ انت رابطه نفسك بيه ليه؟ انت مجنونه، ده جوزي. انت اللي مجنونه. انا عارفه كل حاجه بس مش عايزه اتكلم. سيبيه، شوفي حالك. انت مش وحشه، بكره ربنا يكرمك وتتجوزي اللي احسن منه. على الاقل تخلفي عيل يملى عليك البيت. اوعي تقولي لي انه العيب منك. انا عارفه انه هو اللي ما بيخلفش. هتفضلي هبله، شوفي حالك. فتحي ده لو كان مكانك كان رماكي ولا سأل فيك. اسمعي مني، مش عايزه واد ولا بيت يملوا عليك البيت. نفسي يا سلمى، بس تفتكري ان انا لو سبته هقدر اخلي؟ انت ليه مستسلمه للدنيا كده؟ مش انا صغيره؟ بس انا فاهمه الدنيا دي احسن منك. انا عندي استعداد اسيب الشغل اللي انا فيه واروح الشغل تاني، اجرب يكون احسن اوحش مش مهم، المهم اجرب. وبعدين انا ليه ادي نفسي لحد ما يستاهلش؟ حد يبهدلني وكمان عاجز ليه؟ هو انت مش لاقيه؟ انت بتشتغلي وعندك شقه زي الفل، انت راميه نفسك في حضنه ليه؟ على ايه؟ بس فتحي طيب. ما كل الناس لازم تبقى طيبه لما تبقى غلبانه وعاجزه، وهو بالذات لازم يبقى طيب. اصله لو بقى غير كده عارف انك هترميه، محامي قد كده يجيب لك الطلاق في ثانيه، وهو عارف الكلام ده كويس قوي. صدقيني هو عشان عارف انه القضف عامل فيها الشهم الطيب. اسمعي مننا، انا خلاص مش جايه الشغل ده تاني، ومش عايزاه يفتح معايا الموضوع ده خالص. هو مالوش دعوه بيا خالص ولا لسانه يجي على لساني. انا بقول لك اهو عشان ما يبقاش فيها زعل. قلقت بس لما دخلتي. بقول لك ايه، انا مش هقدر اروح الشغل بكره، انا تعبانه. تحب اقعد معاكي؟ مش هينفع يعني نغيب احنا الاثنين. انا ممكن اكلم المدير واخد اجازه. لا 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 مفيش داعي، انا كده كده هقضيها نوم، ما تشغلش بالك انت.